تتأدب في حديثك معنا يا ولد. أعتذر يا أمي، لكن انظري إلى أبي، ما زال متمسكا بقراءة الجريدة الورقية بدل الإلكترونية. لن نصبح أغنياء أبدا. بدل أن تتهمنا بالجهل، اذهب واستعمل الإنترنت لتتعرف بنفسك عن هذه العملة. وهل تعرف معلومات عنها يا عادل؟ لقد قرأت مقالا عنها، فهي عملة افتراضية طرحها شخص غامض اسمه ساوتشي. نريد أن نعيش في أمان، تحذر من الخصام يا عسان، شخص جبان في الظلام كالجبان. توقفوا توقفوا، نريد أن نعيش في أمان، توقفوا توقفوا. أنا رحيم، أستاذة عائشة أيت وعرب، منسقة نادي المسرح بمدرسة المعديات، في إطار فعالية ربيع المسرح المنظم من طرف جمعية مسرح الأفق، نشارك بمسرحية البيتكوين وهم أم حقيقة. تتناول المسرحية الأسئلة المتعلقة بالبيتكوين كمستجد في مجال التعاملات المالية من خلال شخصيات متنوعة، أغلبها ليس لديه معلومات عن هذه العملة، كيفية الحصول عليها والطريقة الآمنة لصرفها. تطرح المسرحية عدة جوانب أخلاقية واجتماعية في قالب ساخر تتعلق بالعملات الرقمية، تستعرض كيف يمكن أن تؤثر هذه التقنيات على الخصوصية والأمان الشخصي. في نهاية المسرحية تترك الجمهور أمام سؤال مفتوح، هل البيتكوين مجرد وهم مؤقت أم فعلا هو مستقبل المال؟ شكرا.